ايه اللي بتقوله ده بجد؟ يعني ايه؟ يعني لوشي يا حبيبتي؟ طب ازاي؟ ازاي ده يحصل؟ هو انت ليه تخبي عليا حاجة زي دي؟ طب والبوليس؟ قبض على اللي عمل كده ولا لسه؟ لا انا مش هبلغ البوليس، انا هتصرف بنفسي. ملك، الموضوع ده محدش يعرفه غيرك ومعاك اتنين تلاتة. خليكي معايا ثانية واحدة ملك، أرد على بيتي وأرجع لك. ما تقفليش. ها أيوه. ها فين؟ طب خليك مكاني، جاي لك على طول. لا 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 لا، مفيش صبح، أنا هغير هدومي مسافة السكة. يلا. الو الو الو، نادين باشا. هي فين؟ هي فين؟ هي مين؟ اللي قلت لي انها هربت وبعدين جبتها على هنا؟ فاكرني مش عارف؟ هي فين يا ابني؟ ما اعرفش. طب اهو. فين يا ابني صاحبة الجاكيت ده؟ فين انت؟ أقول كل حاجة يا نادين باشا، أقول لك كل حاجة، كل حاجة حصلت من ساعة ما كنا في المخزن لحد ما وضعش سمنة تحط لك في الأكل. يا حيوانات يا ولاد الكلب، موتوا بنتي يا كفرة. والله ما أنا نادين باشا. شغل عملت كل حاجة من ورايا. مين اللي وراك ودفع لكم؟ أنا يا نديم باشا، أنا راح نكتفي من خيرك، أنا خدامك. مش 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 مش, مش معقول يعني آخر الزمن هخونك. أنت يا حيوان يا ابن الكلب، مين اللي وراك؟ أنا كل حاجة هددتني، والله العظيم هددتني وقالت لي اكلمك اقول لك ان هي هربت. بس بس فكلمتك، والله خفت عشان كده كلمتك وقلت لك ان هي هربت. وبعد كده انا كنت عايز اعترف لك وجيت سمعت خبر العالم الصغير الله يرحمها. لكن والله يا باشا انا ما عملت حاجه، والله العظيم ما عملت حاجة يا نديم باشا. اخرس اخرس يا ابن الكلب. هي اللي اتفقت مع الواد بتاع الدليفري ان حد يستناه يستلم منه الاكل ويحط لي في السم. هي اللي دبرت كل حاجة. دبرت ازاي؟ نفذت كل حاجة، جابت البرنامج بتاع اللي بيغير الاسماء ده وبيغير الارقام وحطت رقم اميره عشان كده كنت عايزه تلبسها الموضوع. يعني هي اللي اتصلت بالمطعم؟ هي اللي اتصلت. انا ما شاء الله، انا والله العظيم انا ما عملت حاجه. يا ماما ما تتكلم، يا ماما تقول حاجه. عاوزني اقول له ايه بعد اللي شفته بعينيا في المخزن يا ولد؟ ايه؟ انت بتقول ايه يا عم؟ انت بتقول ايه يا بابا؟ انا دي باشا على الراجل بتاعك، انا دي باشا، انا ما عملتش حاجه. انا ما عملتش حاجه، انا دي باشا. Thank you.
بابي ينفع اوريك حاجه؟ معلش يا حبيبتي ابعت الايميل ده وافضل. لوجي تعالي يا حبيبتي تعالي قولي لي عايزه توريني ايه؟ ده قلبي وانت ده يا روح قلبي يا روح قلبي ده انت اللي قلبي وروحي كل حاجه في الدنيا والله العظيم. انا قاعد جوه قلبي كده. انت بقى قلبي نفسه يعني يفتحوا قلبي كده يلاقوا مين؟ انا بالظبط كده. نفسي اعمل لك حاجات كتيره قوي. انت نفسك تبقي ايه؟ دكتوره. لسه عند رايك؟ دكتورة ايه؟ دكتورة اطفال. دكتورة اطفال؟ اشمعنى الاطفال؟ عشان الحاجات التانية ما بحبهاش. ايه الحاجات التانية دي لو بتحبهاش؟ الدكتورات التانية. الدكتورات التانية؟ يعني انت نفسك يبقى عندك مستشفى كده زي عمك مفيد؟ نفسكيش يبقى عندك شركات كبيرة زي بابي؟ طب ايه رأيك هعمل لك مستشفى أكبر من مستشفى عمك مفيد بقى؟ اوكي. اوكي؟ اوكي. صدق؟ ايوه ملك. معلش اضطريت ارد على الويتنج اللي جالي، معرفش ارد عليك بعد كده، انت لازم اخرج. اوكي. سيب. كلامك امبارح ما نايمنيش طول الليل. معقول رشا تعمل كده؟ دي مصيبة. أو هتكون ظالمها. الموضوع منتهي. شريكها في الجريمة اعترف. معقولة؟ في أم تقتل بنتها؟ كانت قصدها أنا. قصدك أنت؟ ما تصورتش إن الوجهة هتدفع الفاتورة. فاتورة أم مستهترة ما تستاهلش تبقى أم. عمرها ما فكرت في حد غير نفسها. حتى بنتها ما فكرتش فيها. أمال خلفتها ليه دي؟ أداء واجب. عشان محدش يقول ما خلفتش. اتجوزت وخلفت تعيش حياتها بقى. حياة إيه اللي تعيشها؟ ليه ما تعيشهاش مع بنتك ومعاك؟ عمرها ما حبتني. ولا حبيت بنتها، حبيت شغل نفسها. وراحت البنت. موتي لوجي. نفسيني جيتي.
كلمتيها؟ انت مش قلت لي ان تليفونها مقفول؟ ايوه ومش في البيت ومشاكلهاش بقى جايه الشغل النهارده. عايز اقول لك بقى على حاجه كمان. لو ما جاتش على اخر النهار انا بنفسي هروح لها البيت. رامي بليز اهدى شويه، مش انت كلمتها امبارح لما عمها كان هنا؟ يس، ومن ساعتها لا جت ولا ظهرت. طيب يبقى ممكن تهمد شويه. بس انا هموت واعرف هي بتفكر في ايه وبتعمل كده ليه؟ ليه بتعمل كده؟ تسمعني وما تقولش حاجه؟ يس 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 يس، احكي لي. انا عمري ما قلت اي حاجه انت قلتيها لي لاي حد. لا انت سيحت لي في حكايه الايميل اللي اتبعت لنديم، وعلى فكره هي خدت بالها. خدت بالها مين؟ انت حظيتي انا رشقتها في اميره. وايه يعني صدقت؟ قالت لي كده من غير ما تقول. انا مش غبيه ولا حماره عشان ما فهمش من عينيها كانت عايزه تقول ايه. اوه من عينيها؟ ها فيها ناخد بالها من عينيها ونروح معاها العزاء؟ ايه اللي بيحصل؟ فيها يا رامي، هي اتخنقت منك مش طايقاك. اتخنقت مني انا؟ فياريت بقى تنزل من على ودانها وتهدي اللعب. هي دي افتكاسه منك ولا طب انا بقى نفسي افهم ايه اللي حصل عشان توصل لكده. اتخنقت منك يا رامي، ما هو مش طبيعي برضو ما تعديش ساعه من غير مكالمه واتساب مسج. ايه ده؟ ولما ما تردش تروح تلاقيك في البيت باي حجه. يوم المزرعه بقى يا حرام لما خدت عمرو ما خدتكش انت، ويوم العزا لما خدتني انا برضو كان هيجرالك برضو حاجه لما راحت معايا انا وما راحتش معاك انت. ايوه ما انا بقى عايز افهم اشمعنى انت تروحي معاها وانا لا؟ عشان هي كانت مكسوفه تروح العزا ما تعرفش حد هناك غير نديم. بس دي كانت اصلا فكرتي انا، فكرتي ان هي تروح العزا وتعزيه وتقرب منه. جرى ايه يا رامي؟ فيها ايه لما تروح معايا؟ انت مش هتبطل نفسانتك دي؟ وبعدين بقى فكك من الحلم اللي انت عايش فيه ده. وعلى فكره ملك مش اللي ممكن حد يسيطر عليها او يحطها في جيبك، ماشي؟ وتهرشت على فكره يا رامي ومن بدري. انت شايفه كده؟ لا انا مش شايفه حاجه خالص. مين دول؟ لجنة من الضرائب عايزة ملف. ضرائب؟ أنا محدش بيلوي دراعي يا جمال. المفروض انها تقدر اللي انا فيه، مش عشان هبيت فيها بكلمتين تقوم تستخيل. عقلها كده وخليها تباشر شغلها. مع السلامة. في ايه؟ أميرة عايزة تستخيل. هو ده وقته؟ هتصرف. طب عايزة تستخيل ليه دي؟ هتصرف ما تقلقيش. ايه الناس الغريبة دي؟ ليدي بقى عشان حاجات كتير قوي هو عارفها كويس. يا أميرة ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده، الراجل متضايق جدا واللي واصل له انك مش مقدرة الظرف اللي هو فيه. انا مش مقدرة؟ هو كان حصل ايه لكل ده؟ هو عارف كل اللي انا فهمته من المكالمة انه شد عليك شوية، وده مش جديد، ما يستدعيش كل ده. ما هو لما حد يشكك في ولائك واخلاصك لازم تاخدها من قصرها وتمشي. مش في الظروف دي، لما الراجل يبقى محتاج لك ما تسيبهوش. ما انا هجهز كل حاجه قبل ما امشي. امسك الميل ده، انا قدمته للشؤون القانونيه عشان يرفعوا قضيه شرط جزائي على اسمها ملك الجرح دي. عايزاك ما تمشيش النهارده من غير ما تتاكد انهم خدوا اجراء في الموضوع ده. وادي الشيك الديبوزيت اللي خدته لهانم، انا كلمت البنك واتاكدت ان هي ما صرفتهوش.
واديت امر بمنع الصرف، وخلي حد بس بيتابع معاها من البنك عشان لو صرفته يرفعوا عليها قضيه نصب. وهو البنك مش هيصرف لها؟ ايوه ما انا عارفه، بس هي لما تفسخ العقد من جانبها وتروح تحصل الشيك ده معناه انها نصابه ومحتاله رسم، وانا حاسه انها هتعمل كده. ايوه هو ده، وادي عقد 150 مليون جنيه خالص اهو. فاضيين كده؟ شوف انا احب الحاجات دي قوي. الله 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 الله. ايه يا استاذ فادي، تعرفي عن العقد ده يا استاذ؟ بص حضرتك كويس في تاريخ العقد هتلاقيه جديد، ان شاء الله هتلاقيه في اقرار السنه الجايه. اه ده عشان وقع في ايدينا، لكن لو ما كانش وقع في ايدينا ما كناش عرفنا عنه حاجه. ازاي بس يا فندم؟ هو حضرتك العقد ده مش فيه شركه تانية؟ اكيد الحسابات هناك هتبلغ. اه والله اعلم بقى انتوا متفقين على ايه بالظبط. الله اعلم بقى اذا كان في عقود زي دي مستخبيه واحنا ما نعرفش عنها حاجه. يا ابني ده انتوا السنه اللي فاتت مقدمين اقرار بالخساره. ما هي دي الحقيقه يا فندم، احنا الشركه بتاعتنا طلعت السنه اللي فاتت خسرانه. يا عيني. ولا حضراتكم ما عندكوش فكره عن الظروف اللي البلد كانت بتمر بيها؟ يعني لا كان لا في شركات ولا اعلانات عشان تبلغ. هي ايام سودة هتعدي علينا. انا عارف. انا عارف. ما تحاوليش ما تحاوليش. طب يبقى ما فيش غير ان انا اروح لها البيت على فكره. انت وانت ليه مش عايزه تسمعيني؟ مش انا قلت لك ان انا كلمتها في البيت، بنتها ردت عليا وقالت لي انها خرجت. طب وبعدين هنجيبها ازاي؟ اقول لكم على فكره. قولي يا ست عبقرينو. ما تقولي السواق. ايوه يا استاذه نهى، احنا في مشوار دلوقتي. لا هي مش معايا. طيب طيب حاضر هقول لها. بتعملي ايه؟ ما هو بص بقى، مش هتقعد كل ده من غير اكل يا نادين. ما ينفعش اسيبك شويه ارجع الاقيكي واقفه في المطبخ، ما صحش كده. ممكن تسيبني براحتي؟ ايه ده؟ طبعا عايز تثبت اني طباخه فاشله، بس مش هيحصل. ترتاح بره 10 دقايق وتسيبني اتعامل مع المكان ده مع نفسي. انا بمرك وتفتح الباب. ناصر السواق. سواق ايه؟ السواق بتاع مدام ملك. عايز ايه يا ناصر؟ يا فندم يا فندم لو سمحت، اللاب بتاعي ذنبه ايه؟ يا سيدي عارف ان اللاب بتاعك، وحد قال ان اللاب بتاعي، انا عارف انه بتاعك، عليه شويه بيانات هنبص عليها وبعدين نرجعه لك تاني. يا فندم بالعقل كده بس لو سمحت، ده مفيش جواه عقود ولا حسابات ولا اي حاجه ليها علاقه بيكم اصلا. عارف انما عليه برامج، عليه اعلانات. أيوة. الحاجات ديت بنترجمها لفلوس. فلوس فلوس ايه يا فندم بعد اذنك لو سمحت؟ انت خايف ليه؟ هو عليه حاجه مخله؟ لا يا فندم لو سمحت، يا فندم لو سمحت اللاب يا فندم بعد اذنك. لا واضح ان هم متوصي عليهم رسمي يا استاذ. شكلها كده حد مقدم ضدنا بلاغ. انا اعوذ بالله من قولت انا لما رحت لها وشفت الهيلمان اللي هي فيه قلت لها يا رفام اصحى نفسك شويه يا رفام. الست دي اكيد 100% متهربه من الضرايب. ما اللي تقدر تزور تقدر تتهرب. صح. انت صح يا ناديه، وانا كمان صح الصح الصح الصح.
قولي لي ليه؟ ليه؟ لأن استغليت معرفتي بصديقي مدير مكتب مكافحة التهرب الضريبي اللي نفسه منى عين يكسبني 10 طاولة بقاله 10 سنين وأنا ما نولتها لوش. ليه يا شيخ؟ أيوة بابا، بس أنت هتستفيد إيه من حاجة زي كده؟ نعم يا أخويا؟ قلت إيه؟ هتستفيد إيه؟ أنت مالك أنت؟ أنت مالك إيه؟ ولا طارق؟ كنش يا ولد بتحب مريم بحقه حقيقي ولا ايه؟ يا سلام، ومالك مخضوض قوي ليه كده؟ مش ده اللي انت عايزه؟ ولا ايه؟ يعني طب يبقى نقرب المسافات مش نبعدها. وهي يعني كانت قربت وحيات امك، وحيات امك الغالي هي كانت قربت؟ ما انا قاعد رحت لها لغايه عندها وفضلت لطعاني في المكتب اشرب حاجه ساقعه وحاجه سخنه وقهوه وشاي وليمون، ويكلموها في التليفون تقول ايوه 5 دقايق واكون عندكم، وما تجيش اشرب قهوه وليمون وشاي، ويكلموها في التليفون تقول ايوه مسافه السكه واكون عندكم، وما تجيش. لما انا كرشت من كتر الشرب ما جاتش يا اخويا، ما جاتش. في الاخر ادتنا بومبا. اهي مالك دي؟ مفيش خير هيجي من وراها ابدا، دي دماغها ناشفه زي امها. وحل مش هتحل، هي مش قالت لك كده؟ ايوه. خلاص يبقى تجيب مريم هنا وتوريها لابوك، وابوك يقعد معاها ويفهمها هو هيعمل ايه. فاهمه ايه؟ ده انا هجيب لها المحامي بتاع اختها شخصيا، واول ما هيشوفني هيقول لها الراجل ده محترم. طبعا بيشاور عليا انا. طبعا. الراجل ده مش طماع، بيشاور عليا انا. طبعا. ايوه الراجل ده مستعد يتنازل عن نصيبه ليك يا مريم. ما تقلقش يا بابا، كل اللي انت بتقوله ده مريم متاكده منه. هي قالت لك كده؟ هتقول لي ازاي يا ماما هي اصلا؟ خلاص خلاص يا ماما. يا ساتر. طب لما هي متاكده وعارفه كده كويس، ها ساكت على كده ليه يا بابا؟ ما انت عارف هي مفيش في ايديها حاجه. لا في يا اخوي، في بدل الحاجه حاجات كتير قوي. وانا روح هاتهالي هنا وانا هعرفها واقول لها تعمل ايه. الله، انت مش قلت انك هتجيب واحد من الشهر العقاري عشان يلغي التوكيل اللي هي عاملاه لاختها؟ صبرا ناديه، صبرا ناديه. صبرنا صبرا، اصبري شويتين هفهمك. انا عاوزها تتاكد الاول بنفسها ان انا مش عاوز حاجه منهم، ساعتها بقى هي بنفسها هتيجي لحد عندي وتقول لي انا عاوزه الغي التوكيل اللي انا عاملاه لاختي. يا عيني البنت دي صعبانه عليا قوي قوي قوي، وحاسه كده ان اختها كده بتدبر لها مصيبه. مصيبه بس؟ دي مسكينه، دي اكيد اكيد ما بتعالجهاش. ايوه ما بيجيبلهاش ادويه، ما هي لو بتعالجها كان زمانها خفت يا ناديه، وما بتوكلهاش كمان ولا بتعملها اي حاجه، والود ودها انها تموت عشان هي تلهف كل حاجه. تود ايه بعد الشر عليها؟ وباذنك يا رب الشفاعه هيكون على ايدي ان شاء الله ان شاء الله. بقول لك انت ما قلتليش عملت ايه؟ يا ترى الخاتم عجب ولا ما عجب؟ ما عجب. افتح الباب واجي اقول لك ايه موضوع الخاتم ده بقى. ايوه هي الساعه كام؟ حضرتك جاي لنا البيت تسالني الساعه كام؟ اصلي ساعتي مش مظبوطه، وبعدين تفرق لو قبل 12 هقول لك صباح الخير، لو بعد 12 هقول لك مساء الخير. يا سكر، مين حضرتك؟ مين يا طارق؟ انا قريبك بس الظروف يعني خلتنا ما نقابلش في بعض. مين يا طارق؟ انا عارف واحد جاي بيقول لي الساعه كام. مين حضرتك؟ طارق، هي قالت لي فعلا اسمه طارق طاهر بس انا كنت ناسي. مين اللي قالت لك الاسم؟ انا فهمت، انا اديله حاجه لله ومشيه. الله يسهل لك يا سيدي. ازيك يا عمي؟ عمك مين ده؟ انا عارف، بيقول لي عمي. ماشي يا حبيبي، انا عمك. خير؟ انا خالد الليسي يا عمي. ده ماركه نظارات جديده نازله السوق ولا جرافطات ولا اسم الصيدليه هتفتح جنبنا؟ فاهمني يطلع ايه الليسي ده؟ انا عارف حاجه. لا لا كده كده ازعل، كده ازعل. وبعدين ده لسه بقول ل طاهر، طارق، لسه بقول لطارق ان احنا قرايب. قرايب ازاي يعني؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا انا بقى خالد الليسي جوز مريم بنت اخوك. مريم مريم
نهى، هو في ايه؟ دخلوا علينا داخله تقبط ومش عارفين عايزين ايه، واخدين شادي حابسينه جوه. ملك ملك، كل حاجه تخلص بالهدوء. مكتبك فين؟ مش هتفرجيني عليه؟ فين مكتبك؟ عايز اشوف. اتفضل. نديم فخري، بصي بقى بابي جايب لك ايه؟ الله، حلو قوي. ايه رايك؟ هتسميها ايه؟ اسمها ايه؟ مايلا. حلوه. بصي عينيها حلوه كمان، ازاي زي رنا؟ عينيها حلوه. وحاجه كنت في مدرسه. ممكن احط لها مثلا الكتب. ايوه دي. نلبسها الشوز دي. لو هي رايحه المدرسه تلبس الشوز دي. واليونيفورم ده. لا وفيها كمان دي شنطه بتاعت المدرسه، حاجاتها فيها. ممكن تقلعي الجاكيت وتلبسيها الجاكيت ده. حلو. طب يا حبيبتي اطلعي بقى العبي بالعروسه في اوضتك عشان هتكلم مع طنط مريم شويه. اوكي يلا بسرعه. اما انت متجوزه من بدري ما قلتوليش ليه؟ خبيتوا عليا ليه؟ ايه؟ خايفه رنا تسمع؟ تلاقيش رنا عارفه كل حاجه. لسه دلوقتي كانت قاعده بتحكي لي على المحضر اللي جالك البيت. يا خساره، علمتوا بنتي الكذب، علمتوها الداري وتخبي عليها حاجات كتير قوي. هو ده اللي انتوا بتعلموه لها؟ هي دي التربيه؟ طبعا انت دلوقتي بتسالي نفسك وتقولي الراجل ده ماله ومالي، اتجوز او ما اتجوزش. لا يا هانم، انت خالت بنتي، بنتي اللي امها سايباها ليل ونهار قاعده معاكي ودايره على حل شعرها. يعني انت اللي بتربيها، عشان كده لازم اعرف عنك كل حاجه، كل كبيره وصغيره. واهم حاجه لازم اعرفها دلوقتي، انتوا ليه خبيتوا عليا موضوع جوازك؟ ايه السر في انكم تخبوا عليا؟ ها؟ انا اقولك، عشان اي مقارنه بيني وبين الصعلوك اللي انت متجوزاه هتبقى النتيجه في صالحي. وطبعا ده مش هيعجب الست هانم ملك، لأنها يهمها إن دايماً أبقى أنا اللي تحت وعيلتكم هي اللي فوق. العيلة اللي كلها ملايكة نزلت من السماء، العيلة اللي ما بتغلطش، عشان كده خبت عليا وكستكم. بس ما عملتش حساب إن السعلوك بتاعك هيجيلي لحد البيت ويحكي لي على كل حاجة. أنا مش جاي أقعد واتضايف، أنا جاي عشان أقول لك كلمة واحدة تبلغيها للست هانم اللي أنا مش عارف أوصل لها. بنتي مش هتقعد معاكوا أكتر من كده، بنتي هاخدها بالذوق أو بالعافية. لا، أنا هاخدها بالمحكمة، ولعلمك المحكمة سهلة أوي إنها تحكم لي، لأن أمها مش فاضيالها، خصوصاً بعد لما تتجوز البيه رجل الأعمال اللي قد المقام اللي اسمه نديم فخري.